الموضوع الآخر هو موضوع يوسف السالم الذي كل يوم يفتح في كل صحيفة. إحنا اليوم بنحاول نغلقه، ولكن نتابع أولاً تقرير ثم نعود لنأخذ حديث الذي لم يتحدث من قبل عن يوسف السالم منذ فترة. قد يكون الحديث عن الانتقالات هذه الأيام هو الأبرز في الساحة الرياضية، خصوصا لقرب الفترة الشتوية، حيث شهد الشارع الرياضي أقوى انتقالين على الصعيد المحلي. وتمثلت الصفقة الأولى في انتقال اللاعب أحمد الفريدي من فريق الهلال إلى فريق الاتحاد، فيما كان انتقال اللاعب أسامة هوساوي من نادي أندرلخت البلجيكي إلى نادي الأهلي السعودي. وبما أن الحديث يدور حول انتقال اللاعبين، فقد يكون اللاعب يوسف السالم أحد أهم الانتقالات إن عزم على الرحيل من ناديه الاتفاق لقرب دخوله الفترة الحرة. ويعتبر السالم أحد أهم الركائز في الفريق الاتفاقي لما يمتلك من قدرات تؤهله داخل المستطيل الأخضر داخل مستطيل 18 بالتحديد F16، رقم بات يظهر في أغلب مباريات فارس الدهنة. يوسف صاحب 16 عاما، بدأ مسيرته بفريق القادسية وانتقل في عام 2006 إلى فريق الشباب ليحط رحاله في الاتفاق، الفريق الذي عزف معه أحلى السمفونيات. الرئيس عبد العزيز الدوسري فرط في العديد من اللاعبين المؤثرين في الفريق دون الاستفادة من بيع عقودهم، وقد يكون العرض المقدم للسالم لن يضاهي تطلعاته، الأمر الذي لن يجعله يغادر البيت الاتفاقي دون استفادة النادي كما ذكر الرئيس، في ظل مغازلة الناديين العاصميين الهلال والشباب، خصوصا مع دخوله فترة 6 أشهر. فهل سيبقى F16 بلونيه الأحمر والأخضر، أم أن لونين آخرين ستحمل هذا الشعار في القادم من الأيام؟ السلام على السالم وحطها بالهدف.